كمان دلوقتي حاسه على الاستاذه بقى ماريا معايا. كنت عايزه اعرف الاكاديميه بتركز على مرحله معينه مختلفه. انا طبعا انا عارفه ان الاكاديميه زي ما اتفقنا ان هي اونلاين بالظبط. تمام، وبتبدا عندنا من البرايمري من المرحله الابتدائيه والله كمان للسكندري اللي هي المرحله الثانويه بالظبط كده. فالاكاديميه بتركز على مرحله معينه؟ لا خالص، بالعكس احنا شغالين من اول كي جي لحد المرحله الثانويه، الاهتمام متوزع بالتساوي. يمكن لما يكون عندنا حد احنا عارفين ان هو مش بادئ معانا من الاول او المستوى اللي جاي لنا مش قد كده، احنا بالعكس بنزود اهتمام بيه بحيث ان احنا يبقى مستواه كويس جدا. احنا بس مش بنركز على فكره الكم في المراحل، احنا بنركز كمان على الكيف اللي احنا بندي بيه المنهج. يعني انا كتيتشر بدي انجلش مش بس بركز على المنهج الاكاديمي، يلا هنفتح البوك صفحه كذا وهندي المنهج الاكاديمي، بالعكس انا بركز على السكيلز. حضرتك عارفه ان كل الطلبه بره الامتحان بتاعهم ام سي كيو كله تشوز، لا انا في الانجليش لا مش بركز بس على التشوز، انا بركز على كل السكيلز، بخليهم يكتبوا الباراجراف رايتنج، اخليهم يعملوا كونفرسيشن، اركز على الفوناتكس بتاعتهم. يعني بعد ما اقول عندهم مش بس ام سي كيو خالص، الامتحان بتاعهم بيجي ام سي كيو، واحيانا بيبقى فيه بارتس كمان ملغيه، لكن انا ماليش دعوه بكل ده، انا بديهم كل السكيلز بتاعتهم، بحاول افهمهم ان احنا مش بندرس ده منهج وهنمتحن فيه ونرميه، لا دي لانجوج انت هتحتاجها بعد كده، والناس بتدفع الافات كورسات بعد كده علشان تاخد الانجليش ده كمنهج تشتغل بيه في الكارير بتاعها وفي اي حاجه تاني. بحاول افهمهم ان دي رؤيه مستقبليه، دي لغه احنا مش هنرميها بعد كده، بالعكس. يعني انتم بالنسبه لكم مرحله التاسيس بتبدا من مرحله الكي جي بالظبط كده، وبعد كده بيتطبقوا معاها في البرايمري بقى، وبعد كده البريبراتري، وبعد كده السكندري. طبعا في الاستاف كله احنا بنركز مع الاطفال على الاكسنت بتاعتهم، بنحاول نخليهم ينطلقوا يتكلموا انجلش وهم صغيرين، طبعا هيبان في الاكتيفيتيز اللي هتتعرض. بندور ندور على التكنيكس الجديده كمان اللي متبعه دلوقتي، يعني مؤخرا كمثال يعني بقى الشادوينج، ان انا اجيب كونفرسيشن من على الانترنت واخلي الطلبه يقولوا زي الكاركترز اللي موجوده، اسرع حاجه بتخلي الطلبه تقول نفس التوناليتي نفس الاكسنت. احنا يعني بدور على ده، ايه افضل تكنيك موجود دلوقتي او اسرع تكنيك واحدث تكنيك، واخليه واطبقهم هم، اجيب لهم مثلا بيكتشر فيها حوار ما بين اتنين واقول لهم يلا مثلوها. فده بيخليهم يستخدموا اللغه، مش هي بالنسبه لهم في البوك وفي الورقه، انا ممكن ادي حد الورقه اجيب في الورقه اكسلنت فول مارك بس طب قول لي جمله بالانجلش مش هيعرف يقول حاجه. فطبعا احنا بنشتغل على كل السكيلز، ان اللانجوج مش بس فكره ان انا انجح في المدرسه، لا انا عايزاه يستخدمها وينجح فيها بعد كده، كان هو يستخدمها في شغله ويتكلم بيها. ده اساس نجاحنا في ان احنا مش بس بنشتغل اكاديميك، لا احنا بنشتغل على الطالب فيما بعد لما يكبر، بنكون شخصيته ونعرفه المستقبل فيه ايه. بصراحه الكلام في غايه الروعه، جميل جدا.